طبعا احنا الان في شارع التحليه بنصور بعض الاتصالات لبعض الحلقات بحيث انه توصلكم وجهه نظر المجتمع عن بعض الاشياء. خلونا نروح هناك. يلا طبعا احنا الان في شارع التحليه بناخذ كم لقاء مع الشباب، كم سؤال استطلاعات يعني. يلا نشوف، حابين انه احنا نحط وجهه نظر الشعب السعودي عن كم موضوع عندنا عشان نوريكم يعني كيف نظره الناس للمواضيع هذه. فبروح الشباب هذولا. السلام عليكم. السلام. اهلا وسهلا، حياك الله، كيف حالكم؟ ممكن ناخذ معكم لقاء؟ تفضل. في البدايه اسمك كريم؟ محمد السري. ونعم والله محمد. محمد بسألك، كيف تشوف قراءة الشعب السعودي؟ هل الشعب السعودي يقرأ؟ والله حقيقة يعني من نظرتي أنا يعني لا. كيف ما تشوفه ما حد يقرأ يعني؟ لا ما في اهتمام أبدا، ما في اهتمام. طيب أنت بنفسك تقرأ؟ صراحة لا. وش رأيك الموضوع؟ هل الشعب السعودي يقرأ؟ والله لا والله يعني. هل تشوف في ناس يقرون يعني؟ أكيد في ناس يقرون، بس في ناس مثقفين في ناس لا. وش الأكثر؟ أكثر المثقفين أكيد. وش نظرتك للناس اللي يقرون في الأماكن العامة؟ يعني جاك في التحلي قاعد يقرأ. هذا وضعي، هذا لقاء خاص هذا. هذا ممتازة، تحمسك هذه الأشياء يعني. يعني لو جاء هنا في التحلي وقاعد يقرأ؟ إي عادي. تحمسك حلو. طيب. في بعض الناس ما يهناله قراءة إلا يعني عند الناس موجودين عندهم. حلو. من ناحية ثانية، الطفل ايش عنده في المملكة العربية السعودية كشباب؟ كيف تشوفه؟ هل تشوف انه انت طفشان اغلب وقتك ولا في اماكن تطلع لها؟ والله شوف، من ناحيتي انا دائما طفشان. دائما طفشان، ما في شيء يسليني. وش السبب؟ والله السبب عندنا هنا ما فيه يعني اماكن نقدر يعني نفضي طاقاتنا فيها، عرفت؟ ما عندك الا الشارع رايح جاي عليه. بس في التحلية بس في التحلية. ايش رايك؟ والله العظيم ما احنا ماخذين حريتنا دائما، يا الشرطه يا الهيئه. هو ليه وما تشوف ان الهيئه ما تجي اللي يغلط؟ هو تجي اللي يغلط، بس بعضهم يتلقفون عليك يغفر. حلو، الله يعطيكم العافيه شباب. شكرا لكم، حياكم الله. الحين ندور على شباب ثانيين نبغى نسوي معهم لقاءات عن اكثر من موضوع. اوكي، هذول جايينهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، حياك الله. هلا والله، اسمك كريم؟ سعود. حياك الله سعود. سعود، وش رايك في الشعب السعودي؟ هل هو يقرا او لا؟ والله ما اشوف ان الناس كثير يقرون، يعني ما في ثقافه القراءه. وش السبب؟ السبب هذا يعني قله الاهتمام، هذا الشيء السبب. يعني اسباب عديده يعني. حلو، اسمك كريم؟ نايد. حياك الله. بسألك، هل تشوف إنه الشعب السعودي يقرأ عندنا؟ لا والله. وش السبب؟ ما في ثقافة زين. أنت تقرأ؟ لا والله ما يقدر. حلو، أنت تقرأ؟ لا والله ما يقرأ. طيب لو شفت. طيب لو جيت لو شفت واحد في مكان عام قاعد يقرأ، فجالس في التحلية قاعد يقرأ، وش نظرتك له؟ هل تشوف إنه وش ثقافة ولا وش نظرتك؟ لا، نظرتي عادية، يعني شيء كويس إنه فيه يعني ثقافة ولا فيه قراية وكذا. في المملكة العربية السعودية هل تشوف إنه في أماكن ممكن الشباب يطلع لها يستأنس يغير جو؟ لا. ليه؟ وش السبب؟ محرومين يعني كل شيء، العوائل والشباب ما في طلعات، يعني أكثر شيء العوائل ممنوع دخول شباب. ما في إلا المكان هذا اللي يشوف فيه. الشارع التهنئة ما فيه، وبعد الشارع التهنئة فيه يعني أمن واجد يعني ومضايقات كذا. طب ما تشوف انه الامن هذا عشان يصير في امان عندنا هنا في التحليه؟ يعني يمكن احيانا في مشاكل احيانا هنا تصير. في مشاكل بس اوكي، بس مو كل ما طلعنا في شارع قالوا لنا ارجعوا، هذا عوائل. يعني ما ينفع كذا، كل شوارع عوائل ما ينفع. يعني بنروح دخلنا مولات سمحت لنا بالمولات بعدين الغيتهم، ما ادري ايش يعني ايش المفهوم اللي طلعته. ما عندنا مكان. الله يعطيكم العافيه شباب، وجزاكم الله خير. اهلا وسهلا.